من أسئلة الكتاب ماتشت بروبلم 5 find the probabilities of the following events. مدينا الـ outcomes of two fair dice. event 5 بيقول a sum of 5 turns up. قلنا ان الـ sum of 5 ممكن تيجي من 4 outcomes. فالـ number للـ outcomes of E5 equals 4. والـ number outcomes of sample space equals 36. احنا عايزين الـ probability للـ E5 والـ equals number outcomes of E5 تقسيم number outcomes of sample space. ده هيساوي 4 تقسيم 36. نختصر يدينا 1 over 9. طبعا الـ outcomes قلنا ان هما 4 ممكن نكتبهم له في الامتحان، يعني او تتعلم عليهم زي ما احنا قلنا كده، تقول ان الايفنت 5 بيساوي اما 1 مع 4 او 2 مع 3 او 3 مع 2 او 4 مع 1. تبقى الاجابة كاملة وما يقدرش ينقصك. لا يقدر طبعا، اي دكتور بيقدر ينقص، خطك مش حلو اي حاجة. طالب الـ probability في الـ part B لـ E6 which is a sum that is a prime number greater than 7. prime number و greater than 7، الـ prime sums إما 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 11، مفيش إلا 11 اللي هي greater than 7. معنى كده الـ E6 إما 5 مع 6 أو 6 مع 5، مفيش إلا 2 outcomes فقط اللي بيدونا sum of 11. معنى كده إن الـ number الـ outcomes of E6 equals 2 بينما الـ number للـ sample space equals 36. احنا عايزين الـ probability للـ E6 N of E6 تقسيم N of S، يعني هيساوي 2 تقسيم 36. نختصر يدينا 1 over 18.